في ذكرى أكتوبر غياب للدولة وحضور للميليشيا، لماذا غابت الاحتفالات الرسمية عن العاصمة المؤقتة لأول مرة؟ هل باتت عدن تحت وصاية الخارج مجدداً؟ أهلاً بكم. لأول مرة لم تنظم السلطات الحكومية حفلاً رسمياً وعرضاً عسكرياً بمناسبة ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر. كان المفترض تنظيمها في العاصمة المؤقتة عدن، لكن عدن التي هتفت قبل 55 عاماً براعي استعمار تعيش تململاً تحت الرماد، خصوصاً مع عودتها للوصاية مجدداً، هذه المرة لدول مجاورة تقول إنها جاءت من أجل استعادة الدولة. عروض عسكرية أقامتها ميليشيا عسكرية مدعومة من أبوظبي في معسكر جبل حديد في عدن وفي منطقة ردفان. ردفان الذي كان منطلق ثورة أكتوبر رفع فيه اليوم أعلام السعودية والإمارات وغاب علم الجمهورية اليمنية. فما الذي يجري في اليمن؟ لم تغنى هذه الأغنية في ذكرى ثورة أكتوبر اليوم. مرت الذكرى على العاصمة المؤقتة عدن دون احتفال رسمي أو عرض عسكري لأول مرة. مرت ذكرى يتيمة إلا من فعالية جماهيرية في ساحة العروض نظمتها تكتلات سياسية وعرض عسكري نظمه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. إذن تغيب الدولة وتحضر الميليشيا في عاصمة يقول التحالف إنه حررها من الانقلابيين وسلمها للشرعية، لكنها بالفعل تعجز عن الإقامة فيها أو إحياء أي مناسبة وطنية. ربما لا يريد من يحكم عدن أن يسمعها مدوية براعي استعمار من أرض الأحرار، لأن البعض قد يصرخ بها اليوم معبرا عما لا يستطيع التعبير عنه علنا، لا سيما في ظل قمع الحريات في عدن وامتلاء السجون السرية بالمعارضين. اكتفى رئيس الجمهورية بكلمة ألقاها من مقر إقامته بالرياض، كلمة أثارت صدى واسعا بين اليمنيين، خصوصا ما ختم به الرئيس باللغة الإنجليزية: نحن هنا، أين أنتم؟ لكن هذا التهديد أو الإصرار كان سيفهم لو كان يقوله من عاصمته عدن، أما من الرياض فيعده البعض فاقدا للقيمة. هيئة الأركان في مأرب أقامت عرضاً عسكرياً احتفالاً بذكرى ثورة أكتوبر، وفي تعز أيضاً أقامت السلطة المحلية حفلاً جماهيرياً بالمناسبة. أما في ردفان فقد أقام الحزام الأمني عرضاً عسكرياً ارتفعت فيه أعلام التشطير والإمارات. إذن غياب لرمزية الدولة وحضور للميليشيات والأجندات الخاصة في مناسبة يفترض أن تكون إطاراً جامعاً لليمنيين وتعزيزاً لاستقلال سيادتهم الوطنية. يتكرر التاريخ وللأسف الجزء المظلم منه، وصاية خارجية على عدن واختطاف للإرادة الوطنية والقرار الداخلي في ظل ارتياح المسؤولين اليمنيين للإقامة في عواصم من يختطفون قرارهم ويصادرون استقلالهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفي هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الباحث السياسي خالد عقلان وسينضم معه آخرون. وقبل أن نبدأ حلقتنا، أولا مساء الخير أستاذ خالد. وقبل أن نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، كان هناك قرار للرئيس هادي صدر اليوم بشأن تعيين رئيسا للوزراء، وهو الدكتور معين عبد الملك رئيسا وسالم الخنبشي نائب لرئيس الوزراء. قرار هادي عزا الإقالة، إقالة بن دغر، إلى الإهمال الذي رافق أداء الحكومة في جميع المجالات من خلال التدهور الاقتصادي في البلد، خصوصا انهيار العملة المحلية، فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار في محافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة حيال ذلك. القرار أيضا يحيل بن دغر للتحقيق، إذن لذلك سنناقش هذا الخبر على عجالة. أستاذ خالد، كيف تعلق على مثل هذا الخبر؟ ابتداء الشعب اليمني يستطيع يدرك تماما أن استمرار حكومة بن دغر هي استمرار للفشل الإداري واستمرار كذلك للفساد واستمرار لمعاناة ملايين من اليمنيين الذين
يعني عانوا كثيرا في ظل الفشل الذي يعني رافق مسيرة حكومة بن دغرة، ولحكومة بن دغرة كذلك إيجابيات كثيرة لا يمكن إنكارها، لكن في الحقيقة التغيير في هذه المرحلة من وجهة نظري لم يأتي بجديد، يعني كان مفترض أن يتم إقالة الحكومة كلها، لأن هناك من الوزراء من تولوا بعض الوزارات منذ أكثر من ربع قرن 25 عاما ولا زالوا وزراء ولم يحدث أي تغيير في الوزارات التي هم فيها، هذا من ناحية. الناحية الثانية كان يعني كان المفترض أن يكون هناك حكومة مصغرة، يتم إقالة حكومة هذه الحكومة برمتها ويؤتى بحكومة مصغرة يعني تلبي ضرورة هذه المرحلة التي نحن فيها، نحن في مرحلة حرب، ويجب أن يكون هناك إلغاء لبعض الوزارات واستحداث وزارات جديدة. نحن بحاجة إلى وزارة مختصة بالجرحى، وزارة مختصة بالنازحين، نحن نحتاج إلى وزارة كذلك مختصة بالإعمار، نحن بحاجة إلى وزير دفاع، إلى الآن لا يوجد وزير دفاع. فبالتالي أنا أعتقد من وجهة نظري أن هذا التغيير لا معنى له، وربما يأتي في ظل مقايضة سياسية يعني شراء سكوت المجلس الانتقالي مقابل أن يكون هناك رئيس للوزراء ليس له دورا حقيقيا في ظل وجود نائب رئيس الوزراء، ربما يكون هو الرئيس الوزراء الفعلي. نعم، إذن يعني على خلفية هذا الخبر سيكون معنا الأستاذ مختار الرحبي مستشار الإعلامي لوزارة الإعلام عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام ومشاهدي الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار، وما هي دلالة قرار إقالة بن دغر وتعيين معين عبد الملك خلف الله؟ هو طبعا بما جاء في القرار الرسمي وديباجة القرار طبعا تم ذكر مجموعة من الأسباب التي أدت إلى إقالة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، منها طبعا ما جاء في هذا القرار في قرار الجمهوري انه اهمال في اداء الحكومه خلال الفتره الماضيه في الجوانب الاقتصاديه والخدميه وبعض الجوانب الاخرى، منها انهيار العمله ولم يكن هناك اي اجراءات حقيقيه. بالتالي هذه هي الاسباب التي ذكرها والتي جاءت في القرار الجمهوري. ما دون ذلك لا يمكن التعليق عليها ولا يمكن الحديث عنها لانها تبقى ما الذي يعنيها التوقيت استاذ مختار؟ يعني ربما التبرير الذي طرح في القرار يعني تمر به البلد منذ فتره لا جديد، يعني لما هذا التوقيت بالذات؟ هو طبعا اختيار التوقيت هذا يعني يمكن الحديث عنه في تشهد اليمن من صراعات وما تشهد اليمن ايضا من في الاطار الداخلي وايضا اشكاليات في اطار اليمن مع حلفائها في التحالف العربي. قد يكون لهذه الاسباب يعني صله في موضوع التوقيت، ولكن في نهايه الامر الجميع كما يشكو من بعض التصرفات في الحكومه وبعض الاخفاقات التي رافقت الحكومه طوال الفتره الماضيه، نتمنى ان يكون دوله رئيس الوزراء الجديد الدكتور نعيم عبد الملك ان يكون يعني ان تكون فتره جديده في تلافي الاخفاقات السابقه في الجوانب الاقتصاديه والتنمويه وكذلك موضوع الحفاظ على السياده الوطنيه وعلى القرار الوطني وحل الاشكاليات التي واجهت الحكومه السابقه. بطبيعه الحال نامل ذلك استاذ مختار جميعا، يعني الدوله نعم الجميع يعلم يعني بالظروف التي تمر بها اليمن والاوضاع التي وصلت اليها، ونامل من رئيس الوزراء الجديد ان يحل الكثير من الملفات العالقه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه استاذ مختار، لما يقال رئيس الوزراء ولا تقال حكومته ولا فرد من هذه الحكومه؟ الجميع يعلم ان الفشل هو سلسله مترابطه او متراكمه تنتهي برئاسه الوزراء، يعني اليس ذلك مستغربا؟ هو طبعا هذا الشيء يتم في او اقره فخامه رئيس الجمهوريه في تشخيص المشكله، او قد تكون يعني دعينا نتحدث بكل صراحه قد تكون هناك ضغوطات لابعاد دوله رئيس الوزراء السابق الدكتور احمد عبيد بن داغر. قد تكون هناك يعني نحن نعرف ان اليمن داخلة في إطار تحالف عربي، لدينا أيضا إشكالية في الداخل، لدينا مشكلة في عدن، لدينا مشكلة في قطر، لدينا مشكلة في المها
في اليمن لدينا مشكلة بانهيار العملة الوطنية التي اتضح أن هناك أطراف هي التي قامت ب أو ساهمت أو ساعدت في مسألة انهيار العملة الوطنية، بالتالي هذه كلها سلسلة متكاملة قد تؤدي في النهاية إلى إقالة مسؤول أو إنهاء عمل مسؤول آخر كما حدث مع صلاح الصياد. لكن يعني نعم يعني هل تعالج المشاكل بتقديم استقالته بعد أن كانت هناك ضغوطات ضده بسبب تصريحات؟ نعم، لكن أستاذ مختار إذا سمحت لي، هل تعالج هذه الإشكاليات التي تتحدث عنها؟ هل تعالج هذه الإشكاليات التي تتحدث عنها بتقديم كبش فداء حتى يهدأ طرف أو آخر؟ يعني هل يمكن أن نقرأ هذه الإقالة أن لها علاقة بضغوطات المجلس الانتقالي؟ طبعا للعلم أن المجلس الانتقالي طبعا أعلن عن أنه سوف يسيطر على المقرات الحكومية وأنه سوف ينقلب على الدولة، وتدخلت المملكة العربية السعودية وقادت مصالحة أو وساطة، ليست مصالحة إنما وساطة، قد تكون هذه إحدى ثمارها وقد تكون إقالة إحدى النقاط التي تم الاتفاق عليها، و لأن المجلس الانتقالي تراجع عن كل الفعاليات التي أعلن عنها مسبقا، وهناك أخبار بالفعل أنه سيتم تفكيك المجلس الانتقالي وسيتم تعيين بعض قيادتها التي هي في الأصل أو تبحث عن مصالح وتبحث عن مناصب، بالتالي اذا تم تعيينهم سينتهي المجلس الانتقالي وستتلاشى كل هذه المظاهر المسلحه والتمرد والانقلاب الذي اعلنوا عنه في السابق. نعم، اذا شكرا جزيلا لك مختار الراحبي المستشار الاعلامي لوزاره الاعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اعود اليك استاذ خالد. استاذ خالد، يعني كيف تفسر المبررات التي ساقها البيان الرئاسه كاسباب لاقاله بن دغر واحالته ايضا للتحقيق؟ ما هو الجديد الذي طرأ في هذه الأسباب ونحن نعايشها ربما منذ فترة؟ ويبدو أنه ليس هناك جديد، يعني القصة، يعني أستشف من كلام الأستاذ مختار الرحبي الناطق باسم وزارة الإعلام أن القضية هي تفسر بأن اليمن مسلوب السيادة، وأن إقالة بن داغر لم يأتي قرارا وطنيا خالصا من الرئيس عبد الرب منصور، هذه أتى ضمن مقايضة يعني دخلت فيها الأطراف التي لا زالت يعني متحكمة بالمشهد السياسي في والعسكري والميليشيوي في الجنوب وفي عدن تحديدا، ويبدو أن السعودية يعني دخلت في خط يعني نوع من الوساطة وتقديم كما قربان الدكتور بن داغر، رغم أن التغيير لن يكون هناك أثرا ملموسا على الأرض طالما الفريق الوزاري لا زال كما هو، وستشهد الأيام. نحن لا نستطيع، لا نريد أن نستبق الأحداث ونحكم يعني بأن الحكومة الجديدة أو رئيس الحكومة الجديد سيمضي في طريق يعني الفشل كما كان سلفه، لكن الانقلاب الذي حصل، الانقلاب الاقتصادي والذي حصل، كان هو مقدمة لإقالة بن دغر. أنا أعتقد أنه بن دغر كان لديه إسهام كبير فيما يتعلق بالضغط على الإمارات فيما يتعلق بملف سقطرى، وكان له مواقف واضحة ومواقف صارمة. يبدو أنهم لا يريدون مثل هذه الأصوات التي ربما يكون لها يعني صوتا لا زال يعلي من مسألة السيادة الوطنية، ويريدون مجرد موظفين إداريين، هؤلاء الموظفين الإداريين يسهل إدارتهم في أي مرحلة. النقطة المهمة والأساسية أننا لسنا بحاجة إلى حكومة بهذا الحجم، 34 وزير، كثرة الوزارات، الذين وزارة يعني وزارة أطفال ووزارة الشباب، في معنى 5 6 وزارات، وزارات هناك عبث معنا أكثر من التعيينات، الوكلاء بالمئات، يعني هناك فساد قاتل. يعني لا يوجد، نحن في حالة حرب، يعني ولا يوجد وزير للدفاع، نحن في حالة حرب ولا يوجد وزير مختص ومعني بالجرحى، الآلاف الجرحى الآن يعني يعانون في الداخل وفي الخارج، فبالتالي نحن أمام يعني مشهد عبثي، نعم، مشهد كارثي، وعبد الرب منصور هادي أمام مسؤولية تاريخية. يعني نحن لا نستطيع أن نلوم شخص من دغر أو نلوم، ما الذي سيستطيع تقديمه الدكتور معين في ظل يعني في ظل كان فريقه هو نفس أو أدواته هي نفس أدوات بن دغر؟ يعني المفترض لما لا يترك مجال لتعيين حكومة جديدة؟ يعني على الأقل يشعر المواطن اليمني أن هناك تغيير. لن يكون هناك تغيير إلا إذا كان هناك تفويضا كاملا لرئيس الوزراء الجديد بأن يختار فريقه بحرية كاملة، هنا نستطيع أن نقول أو نحمله المسؤولية، لكنه سيكون كذلك هو مجرد يعني ربما لتمرير
أجندة أخرى لم يستطيعوا تمريرها في ظل يعني في ظل بن دغر يعني، وربما يكون الوضع أكثر سوءا وأكثر كارثية. نعم، إذا يعني هل يمكن أن نفهم أيضا من خلال هذا القرار أن ضغوطات المجلس الانتقالي والإمارات أيضا قد نجحت في هذه المسألة؟ مما لا شك فيه، يعني بن دغر كان يعني صوتا يعني أزعج الإمارات بالذات في ملف سقطرة وبعض الملفات، يعني كان لديه حساسية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية نسبيا، وكان لديه كاريزمية قيادية، لكن نحن لا نستطيع أن نحكم على رئيس الوزراء الجديد لأننا لم نعرفه من قبل، ليس لديه يعني خبرة في إدارة يعني منصبا سياديا معروفا، و نخشى أن يكون يعني مجرد إداريا ويكون هناك من يدير المشهد من خلف الستار. نعم، إذا يعني لما يحال رئيس الوزراء للتحقيق في ظل فساد مستشري في حكومة كاملة وفشل أيضا يحال الوزراء؟ نعم، في يحال الوزراء والوكلاء وفريقه المفترض أن تحال الحكومة كلها إلى المساءلة، وأنا أعتقد أنه هذا يعني مسألة الإحالة إلى المساءلة هو عبثي. أحيل هاني بن بوريك، وهاني بن بوريك أصبح زعيم ميليشيا وأصبح نائما للمجلس الانتقالي الانفصالي الذي يسحب البساط العسكري والسياسي من تحت السلطة الشرعية. نحن في مشهد عبثي يعني للأسف شديد، يعني هناك عبثية، هذه العبثية ستؤدي حقيقة إلى وضعا كارثيا. اليوم الأمم المتحدة في تقريرها الأخير تقول أن اليمن إذا استمر هذا الوضع الكارثي في اليمن ستكون هناك مجاعة لم يشهدها العالم منذ 100 عام، وهناك 15 مليون مهددون بالموت جوعا. يعني نحن أمام مشهد كارثي، والتحالف العربي يتحمل المسؤولية الكاملة أمام المشهد العبثي في اليمن، وعلى الرئيس هادي أن يقف يعني أن يكون لديه موقفا واضحا وصريحا ويصارح شعبه ما الذي يجري حقيقة، إما أن يعود إلى الجغرافيا التي هي 80% يدعون أنها محررة ويمارس صلاحيته من الأرض، ويكون هناك يعني تفعيلا لمؤسسات الدولة. الآن مجلس النواب منذ 3 سنوات أو 4 سنوات لم يفعل، ولا زال الإنقلابيون في صنعاء يديرون. يعني الإشكالية الكبيرة في اليمن أن ميليشيات أتت من غبار التاريخ وتتصرف كدولة، ولدينا شرعية وتحالف من 10 دول ويتصرفون كميليشيات. هذا العقل المتقزم في الخليج لا ينتج شيئا، ولا يمكن أبدا أن يأتي من الخليج الديمقراطية والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان. هؤلاء أتوا لتقاسم النفوذ والأدوار، يتبادلون الأدوار من أجل تقاسم النفوذ. يعني الإمارات سيطرت وسلمت السعودية العدن للإمارات، تتصرف بكل عبثية ونشرت كل الميليشيات، بينما السعودية مشغولة بمد أنبوب في المهرة. مشهد عبثي يعني وكارثي. يعني للأسف الشديد وصول يعني ثلة من الطايشين إلى القرار في الخليج أدى بالأمن القومي العربي إلى الهاوية. نحن في مشهد عبثي للأسف، وستنكشف الأيام عن هزيمة كبرى لهؤلاء وانتصار كبير للمشروع الإيراني إذا استمر هذا العبث. يعني حقيقة يعني إيران حققت إنجازا وتطورا وانتصارا كبيرا جدا في العراق، وهي تحكم العملية السياسية الآن في العراق بمستوياتها الثلاثة، وكذلك في سوريا مسيطرة على المشهد، وفي لبنان، وفي اليمن الآن هناك فشلا كبيرا. يعني هذه الميليشيات التي يعني كما يقول الجميع يعني أتت من غبار التاريخ تتصرف كدولة، بينما التحالف العربي من 10 دول لم يستطع أن يهيئ عدن لتكون مدينة لكل اليمنيين. والمؤسف جدا، نعم، والمؤسف جدا أن هناك يعني فتكا بالنسيج الاجتماعي الجنوبي. يعني ما الذي يستفيده الجنوبيون من إيجاد ميليشيات تقتل أبناء الجنوب فيما بينهم؟ يعني هل هذا حقيقة سيؤدي إلى يعني إلى تماسك الجنوب ليكون دولة؟ إذا فرضنا أن هناك صدق نوايا مع الجنوبيين في مسألة الانفصال، حتى هم لا يريدون حقيقة، لو أتينا إلى الحقيقة هم لا يريدون للجنوب أن يكون دولة، ولا يريدون إلا وضعا يعني حالة من التمزق ليسهل السيطرة ويسهل يعني العب وممارسة هذا النفوذ. لمناقشة أيضا هذا الخبر ينضم معنا الصحفي غمدان اليوسفي من هولندا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا، مساء النور. أهلا بك. إذا أستاذ غمدان، كيف تقرأ هذا التعيين المفاجئ؟ ربما أعتقد أنه كان من الضروري يعني إيجاد شيء من الحراك في الواقع السياسي والاقتصادي اليمني، وأعتقد أنه التغيير الحكومي ربما جاء في وقته، لكن هناك إشكالية كبيرة في المسألة تتكرر
منذ بدء الحرب. يعني أولا إقالة خالد بحاح تمت بذات الطريقة، إقالة شخصية لرئيس الوزراء وإبقاء الحكومة، ثم اليوم يتم إقالة بن داغر لوحده وبقت الحكومة. المتعارف عليه دوليا إقالة رئيس الوزراء أن يعني مباشرة يتم إقالة الحكومة، لا يعني لا يصح على الإطلاق أن يتم تعيين رئيس حكومة ليأتي فقط يدير زملائه يعني السابقين، وبينما مهمته الأصيلة أو يعني صلاحيته أهم أو أولى أهم صلاحياته منذ صدور قرار التعيين، يفترض أن يكون تشكيل الطاقم المناسب لإدارة الأوضاع في البلد وفقا لما يراه هو، وليس وفقا لما يعني لما تم في الماضي، وفقا لما تم تعيينه في الماضي. يعني من غير المنطقي أن تأتي لي يعني بهؤلاء الوزراء يعني وتتهم فقط رئيس الحكومة بأنه كان فاسد وكان ولديه إشكالية، بينما أيضا على عاتق هؤلاء الوزراء إشكالية كبيرة وفساد وتعيينات أقارب وإلى آخر، ثم تأتي وتقول فقط تعال دير هذول الموجودين. يعني أعتقد أنه غير منطقي تعيين رئيس. هل يعني بالمادة رقم 4 يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم يقطع أي طريق لتغيير في الحكومة أستاذ غمدان؟ بالطبع هذا يعني كأنه شرط من شروط القرار. نعم. يعني أتمنى من رئيس الحكومة أن يفاوض على إعادة صياغة هذا القرار، وأن يتم تشكيل حكومة وفقا لما يراه يعني وفقا لحاجة البلد في هذا الظرف، وليس فقط إرضاء يعني لهؤلاء الموجودين في داخل الحكومة. أعتقد أنه لدينا 36 وزير لا نحتاج لثلثيهم في هذه الفترة، وهذه ربما في صلب عمل رئيس الوزراء إعادة صياغة أو إعادة هيكلة مجلس الوزراء نفسه في هذه المرحلة، إعادة هيكلة يعني التوجيه بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة حاليا، خصوصا في التعيينات والتعاقدات التي حدثت خلال الأربعة أعوام السابقة. كل هذه ربما هي أولى المهام لحلحلة الوضع الاقتصادي. نحن اليوم نصرف لهذه الحكومة بالعملة الصعبة التي لا نستطيع استعادة يعني الحجم الكبير للمصروفات على بند الرواتب فقط من تصدير النفط. يعني هناك إشكالية كبيرة في إدارة الموارد، هذه ربما أهم مشكلة ستواجه رئيس الوزراء، إضافة إلى التجاذبات السياسية التي بدأت الآن ربما من بعض الأطراف. أحد يعني كثير من الأحاديث أنه يعني الدكتور معين قريب من السعودية أو قريب من الإمارات أو قريب من ربما ثقة الرئيس عبد الرب منصور هادي برئيس الوزراء الجديد يعني كفيلة بأن تنفي كل هذه الأحاديث، ولا أقول تنفي، ولكن في النهاية الدكتور معين حسب ما يعني ما نعرفه عنه أنه يعني صحيح أنه قريب من التحالف يعني بشكل وثيق، ولكن تلك القرابة التي تصنع يعني تصنع إنجازات إلى حد ما إذا جاز التعبير بهذه المفردة، مع أن المفردة أعتقد أنه كبيرة في هذه المرحلة، لكن من خلال عمله في الفترة السابقة في وزارة الأشغال استطاع أن يشق طرقات وأن يعيد بناء عدد من المشاريع بالتعاون مع التحالف. في النهاية نحن لا نستطيع أن الافتكاك منهم في هذه المرحلة، وبالتالي علينا الاستفادة منهم بالقدر الذي لا يؤثر. هل يمكن إذن أن تتاح له الفرصة أستاذ غمدان، طالما أن هناك تقارب نوعا ما، أن تتاح له الفرصة بإدارة الحكومة؟ يعني نعلم تماما العراقيل التي وضعت أمام الحكومة السابقة، هل يمكن أن تتاح فرصة جيدة لرئيس الوزراء الجديد؟ صحيح، يعني إذا تركت له القوة السياسية الموجودة في الداخل والتي تتصارع مع يعني مع الإمارات أو تتصارع مع السعودية نفسها، أعتقد إذا أتيحت له يعني الفرصة فقط يعني للعمل كرئيس حكومة يعمل في وضع يعني يعمل عمل غير سياسي، فأعتقد أنه سيتم تحريك الملف على الأقل، الملف الاقتصادي أو ملف التنموي وإعادة الإعمار، ربما له علاقة بهذه الملفات أكثر، يعني خصوصا خلال تواصلاته بالبنك الدولي والمؤتمرات التي حضرها في الآونة الأخيرة، وقدم كثير من يعني من الدراسات التي يفترض أن تنشئها مؤسسات وليس فقط يعني كشخص. وكنت مطلع على هذه الملفات التي قدمت في نيويورك فيما يتعلق بإعادة الإعمار، هو يشتغل ربما كثيرا للمستقبل،
لكن اليوم سيكون يعني سيتحتم عليه الوضع أن يعمل للحاضر، ربما يعني مفردات المستقبل قليل يعني صعبة في هذه المرحلة، إضافة إلى العوائق السياسية والصراع والجدال بين الأحزاب السياسية التي ربما ستعقد عمله في هذه الآونة، إلا إذا أتيح له تشكيل حكومة وفقا لما يرى أنهم يعني وزراء غير مؤدلجين سياسيا، يكون اقرب الى يعني التكنوقراط الحقيقي وليس فقط التكنوقراط بالقول، وزراء يستطيعون العمل في الميدان، يعودون الى الداخل كما عاد هو الى الداخل. اعتقد انه طوال الفتره السابقه والدكتور معين يعمل في الداخل، في مأرب، في عدن، حتى في لجان اعاده هيكله الجيش، في اعاده توزيع، عمل في كل اللجان، وبالتالي لديه معرفه بكامل تفاصيل الوضع سواء الاقتصادي او الامني او العسكري. يعني اعتقد انه اذا اتيح له المجال وتركت الاحزاب السياسيه الجدل الذي بدا الان، اعتقد انه سيقدم شيء. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. اذا لو عدنا لموضوع حلقتنا استاذ خالد، وهو مرتبط يعني بشكل أو بآخر بهذا الموضوع، وهو ربما كان أحد أشكال الفشل الذي يعني كان واضحا على الحكومة السابقة، يعني تمر ذكرى ثورة 14 أكتوبر العظيمة دون أي احتفال رسمي في العاصمة المقدمة، لم تسجل الشرعية أي حضور، كيف يمكن أن نقرأ هذا الغياب؟ يعني هو في البداية من المهم أن نشير أو نذكر المشاهد على واحدية النضال اليمني. القضية اليمنية قضية مترابطة وقضية واحدة، وقضية القضية النضالية اليمنية منذ أربعينية القرن الماضي، وهناك واحدية للنضال اليمني. فحينما تخلصت صنعاء من الحكم الكهنوتي الإمامي، خرج المتظاهرون في عدن واكتظت شوارع عدن بالمتظاهرين الذين ابتهجوا بنجاح ثورة 26 سبتمبر 1962. ويعني كانت عدن في أربعينيات القرن الماضي عبارة عن خلية، وكانت حاضنة للكوادر الوطنية وللحركة الوطنية ولحركة النضال، الزبيري والنعمان وقيادات العمل الثوري الذين بعد فشل ثورة 48 ومن قبلها، كان هناك كانت عدن عبارة عن يعني غرفة عمليات لثورة 26 سبتمبر. وكثير من الذين يعني راجح لبوزة وكثير من الذين في عام 63 في بعد الثورة بعام، كثير من الجنوبيين الذين كانوا منهم الشيخ لبوزة وغيرهم انضموا إلى قوافل الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر وعادوا إلى ردفان، وكان لهم دور في تفجير ثورة 14 أكتوبر 63. فوحدية النضال اليمني معروفة عبر التاريخ يعني، لكن للأسف الشديد ثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر تعرضت لظلم كبير في فترة نظام صالح. يعني فترة نظام صالح تعرضت ثورة 14 أكتوبر ولم تعطى تلك الأهمية الكبيرة، كانت يعني حتى في نمط الاحتفالات وغيرها لم تعطى الأهمية الكاملة، وهمشت ثورتي 26 سبتمبر 14 أكتوبر، وتم تهميش ثورة 14 أكتوبر تحديدا في 94 في الوحدة القسرية التي أتت بعد يعني فشل الوحدة السلمية التي هي كانت الوحدة يعني جنوبية بامتياز. يعني لفت كذلك للانتباه أن كان هناك وزارة في الجنوب، أول تشكيلة حكومية في الجنوب كان هناك وزارة الثقافة وشؤون الوحدة، كان عبد الفتاح إسماعيل رحمه الله كان وزيرا لشؤون الوحدة، يعني فبالتالي كان المطلب وكذلك الهدف الثاني، كان الهدف أهم أهداف ثورة أكتوبر يعني تحقيق الوحدة اليمنية. للأسف الشديد كما أن صالح ظلم ثورة أكتوبر، كذلك نجد أن النخب الجنوبية ظلمت ثورة أكتوبر بتهميش وإبعاد وتناسي وطمس أحد أهم أهداف ثورة سبتمبر، وهذا يعد يعني تنكرا للتاريخ النضالي الجنوبي والنضالي الجنوبي اليمني ولأكتوبر ولتضحية يعني الشعب اليمني في الجنوب. يعني ثورة أهم أهداف من ثورة أكتوبر كان يعني تحقيق الوحدة اليمنية، وكان هناك وزارة مختصة، فبالتالي
للأسف الشديد كذلك أن الانقلاب بعد يعني ثورة فبراير أعادت الاعتبار لثورة سبتمبر وأكتوبر، كون الحراك كان حراكا جماهيريا يعني امتد على مساحة الرقعة اليمنية، وخرجت كل المكونات السياسية بوثيقة الحوار الوطني الذي أعادت الاعتبار للقضية الجنوبية ولثورة سبتمبر وأكتوبر، لكن للأسف الشديد كان هناك ثغرات كبيرة جدا، و استطاع انقلاب الحوثي وصالح ان يكرس حاله من الـ يعني حاله يعني انهيار كامل لمشروع الدوله، ومثل يعني الانقلاب الحوثي وصالح فرصه للحركات الانفصاليه ان تنتقل من مساله من مرحله النضال السلمي الى مرحله العمل العسكري المسلح الميليشيوي، وللاسف الشديد ان هذه الحراك الجنوبي الذي كان حراكا سلميا تحول الى ميليشيات مسلحه بدعم من التحالف الاماراتي السعودي الذي تبنى هذه الميليشيات. نحن امام انتكاسه كبيره جدا آلت الى هذا الوضع الكارثي الذي ادى الى التنكر الى ثوره سبتمبر اكتوبر في الشمال والجنوب. اذا ينضم معنا عبر الهاتف فتحي بن الازرق رئيس تحرير صحيفه عدن الغد من عدن. مساء الخير استاذ فتحي. مساء النور لكل مشاهدي القناة. نعم، إذا بداية دعني أسمع منك تعليقك حول قرار إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق. الحقيقة أن البلد والمناطق المحررة كانت منذ فترة بحاجة إلى تغيير حكم إيجابي. أولاً لأن الحكومة واجهت الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية، وتحول الصراع حول شخص رئيس الوزراء وحول رئاسة الوزراء وحول أداء الحكومة إلى صراع سياسي مريض، وحان الوقت أن يحدث الرئيس هذه تغيير جذري في عمل الحكومة. أنا شخصيا أرى أن الخطوة موفقة، لكنها لم تكن موفقة ما لم ترتبط أشياء كثيرة، لعل اولها التوصل الى تسويه سياسيه للاطراف المتصارعه تتيح العمل لرئاسه الوزراء الجديده في عدن وانطلاقا من عدن، في حال ما لم يتوقف الصراع السياسي بين الحكومه الشرعيه وبين المجلس الانتقالي مثلا في عدن. انا شخصيا اعتقد ان رئاسه الوزراء او منصب رئيس الوزراء لن يكون ذو قيمه. ايضا بحد ذاته في شخص رئيس الوزراء، انما كل الحكومه الشرعيه بحاجه الى دعم حقيقي من قبل الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده، في حال لم يتحصل رئيس الوزراء الجديد على دعم حقيقي للاقتصاد اليمني المنهار لن يستطيع رئيس الوزراء الجديد ان يغير من المعادله شيئا. الوضع في اليمن يتجاوز تغيير في منصب رئيس الوزراء أو نقل البنك حتى ثالثا مصنعا إلى عدن، لا، المشكلة أكبر في اليمن وأعمق، هناك اقتصاد ينهار وهناك عملة تتدهور، وما لم تتخذ إجراءات أكبر من قرار تعيين شخص أو أسلوب موظف بآخر لم يتغير من الواقع شيئا. نحن أيضا بحاجة إلى حكومة حازمة تقوم بإجراءات كثيرة تحارب الفساد، تقلل النفقات الشرعيه، تقوم بحصر مليارات الريالات التي تذهب الى جيب قاده الامنيه في الجيش الوطني في حاله فساد كبيره داخل هذا الجيش. اذا الحكومه امام تحديات كثيره بينها تحديات داخليه واخرى خارجيه. في حال ما توفرت عوامل النجاح اعتقد ان الحكومه ستنجح، لكن في حال لم يتغير شيء لم يتبدل شيء يظل الحال على ما هو عليه، انا شخصيا اعتقد ان القرار لم يكن بجدوى بالمطلق، بل ربما سيذهب الوضع الى اسوء مما هو عليه اليوم. اذا نحن امام مراهنه حقيقيه على حضور حقيقي للتحالف العربي في دعم الاقتصاد اليمني ودعم الحكومه الجديده ودعم رئيس الوزراء الجديد. نحن نتمنى ان نرى فعلا دعم حقيقي للحكومه الجديده. نعم، بين هذا الدعم السماح باستئناف توفير النفط والغاز ودعم الحكومه بشكل كامل، ما لم
التغيير للأسف سيكون عديم الجدل. نعم، برأيك يعني ما علاقة هذا القرار بما يحدث في الشارع الجنوبي حاليا؟ الشارع الجنوبي ربما أبرز الأطياف السياسية هو المجلس الانتقالي أمادة خلال الأشهر الماضية بضرورة تغيير رئيس الوزراء بن بدر. إذا اليوم تم تغيير رئيس الوزراء وجيء برئيس وزراء ناصري شاب يشهده الكثيرون بأنه شخصية جيدة حتى اللحظة. إذا الحديث أو الصراع أو الاحتجاج بفساد رئيس وزراء سابق أو خلافه شخصيا أعتقد أنها كحجة سقطت. نحن أمام رئيس وزراء يشهد الجميع له بالكفاءة، إذا فليترك الرجل يعمل، وحينما يفشل يمكن تقييم أداء الرجل بعد عام من اليوم أو ربما حتى بعد 6 أشهر أو دول. لكن دعونا نتفق أن الحجة التي رفعها الاتصالي خلال الفترة الماضية وهي تغيير رئيس الوزراء خلاص تمت، وهناك رئيس وزراء جديد ويجب أن يتاح أن يسمح للرجل بأن يعمل وأن يبدأ الرجل طريقه لإنقاذ الناس. الوضع في اليمن للأمانة في المناطق المحررة وحتى المناطق التي تحتلها الجيش السعودي وضع صعب للغاية، وطالما أن اللحظة تكون في إنقاذ الناس إذا هناك قرار جديد، هناك تعيين رئيس وزراء جديد يعمل ويتعاون الجميع لخدمة الرجل. أنا يعني شخصيا بحسب ما قرأت وما سمعت وما وصلني على اسم الوزراء الجديد أنه شخصية جيدة، إذا فلنتساعد لكي ينجح لا نتساعد لكي يفشل. الكرة الآن في ملعب الأطراف المعارضة، هي قالت أن رئيس الوزراء السابق فاسد ويجب أن يقال. إذا نعم، إذا إقالة الرجل فتسمح للأطراف للرجل الجديد أن يعمل، وحال ما تعرضت له أو عارضته أو أفشلته فهنا تؤكد على نفسها أن الموضوع لا صيرة. لو تحدثنا استاذ فتحي حول احتفالات اكتوبر، يعني غابت الاحتفالات الرسميه عن ثورتي 16 سبتمبر وايضا عن ثوره 14 اكتوبر، العروض العسكريه عدن هي المنطقه المحرره والعاصمه المؤقته، ما هو تفسير هذا الغياب خاصه ايضا مع بهوت الاحتفالات الشعبيه او الجماهيريه؟ جماهيريا للأمانة الناس في اليمن تقول تحديدا في الجنوب سعدت بشكل كبير، ولم يعد بإمكان الناس أن تخرج مثل ما كانت خلال الوقت الماضي تتظاهر، لأنها تحس أو تشعر بحالة من الإحباط السياسية في مواجهة كل الأطراف السياسية. هذا جماهيريا غائبة عن عدم، لا أقول منذ شهر وشهرين، ربما منذ أكثر من عام وعامين، الحضور كان يتخلل حضور انقطاع طويل. لذلك أساسا أمام الدولة غير موجودة في عدن، الحكومة الشرعية غير موجودة في عدن، هناك رمزيات بسيطة للحكومة، لذلك غياب الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة أمر غير مستغرب أبدا. الحكومة غائبة، الحكومة لا تقيم بواجبها في عدن، رئيس غير قادر اساسا ان يعود الى عدن، لذلك نحن نتطلع لحاله من المصالحه السياسيه بين كل الاطراف بحيث تستعيد عدن دورها كعاصمه لليمن حاليا، تعيد دورها كعاصمه للشرعيه، تعيد دورها واحده من ابرز المدن المحرره التي نقدم نموذج جميل وايجابي للعالم فيما يخص المناطق المحرره. الحكومة غائبة خلال الفترة الماضية خلال 3 سنوات أيضا، لكن ما نتمنى أن تعود الحكومة حاليا وتبدأ مهامها، ويهمنا في المقام الأول أن يتحسن وضع الناس في عدن وكافة المحافظات المحررة. وضع الناس صعب 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 جدا للأسف الشديد. نتمنى مع تعيين رئيس الوزراء الجديد أن يتغير حال الناس إلى الأفضل، لا أن يتغير حال الناس إلى الأسوأ.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ خالد، يعني لو تحدثنا عن ما يحدث في عدن الآن من يعني سلطات قمعية تدير المشهد مثل الإمارات، وتعرف ما الذي صنعته الإمارات جملة من الانتهاكات يعني التي عاشها أبناء عدن، وربما تشابهت مع أو لنقل هناك ظروف مشابهة في أيام الاستعمار، يعني الانتهاكات التي قادت لثورة 14 أكتوبر من قبل الاستعمار البريطاني، هل يمكن أن نقول أن التاريخ سيعيد نفسه؟ مما لا شك في أن يعني حالة الممارسات القمعية التي تديرها ميليشيات خارج إطار الأخلاق وتحت يعني تخضع مباشرة إلى أبو ظبي وليس لها أي انتماء إلى الأرض التي تمارس فيها هذه العبثية. يعني عدن الآن في الحقيقة تدفع ثمن عبثية التحالف وغياب الرؤية الكاملة لديه، يعني وللأسف الشديد يعني التحالف يتعمد إلى الإساءة إلى 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 رمزية الثورة اليمنية حتى وإلى التاريخ اليمني وإلى الإنسان اليمني. يعني حينما تأتي أنت وضمن تحالفا تريد استعادة الدولة والشرعية والقضاء على الانقلاب، حينما تكون عدن مرتعا للفوضى وتكون هناك حالة ميليشيوية وانفلات أمني مرعب ومخيف يتم من خلاله الاعتداء على الناس والسطو على البيوت وقتل الآمنين، وهناك الآن يعني بالأخص تصفية من كان لهم دورا واضحا في مواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح، فهنا يضع علامة استفهام كبيرة. هل الإمارات تحديدا التحالف بشكل عام يتحمل المسؤولية، والسعودية هي قائدة التحالف العربي، هل الإمارات لديها تنسيقا خفيا مع ميليشيات الحوثي ونظام صالح في تصفية من كانوا واقفين ووقفوا ضد ميليشيات الحوثي؟ الآن لدينا مشهدا مختلا للغاية، يعني من كان قائدا لعملية تحرير عدن لهنائف البكري ممنوع من دخول عدن، بينما يعني عيدروس الزبيدي وشلال شائع الذي يعني معروف بجرائمه وتجاوزاته الكبيرة أصبح يعني يدير المشهد في عدن خارج إطار السلطة الشرعية تماما، وهذا الوضع الكارثي لا شك أنه سيفاقم الأزمة، يعني الأزمة في عدن بشكل عام. يعني حينما يتم قتل أبناء عدن وأبناء الجنوب بأيادي جنوبية، هل هذا يعني حقيقة سيعزز من اللحمة الجنوبية ومن فكرة الدولة التي ينشدونها؟ يعني نحن أمام مجموعة من القتلة والمرتزقة الذين يتم توظيفهم بطريقة بشعة من أجل إشاعة الفوضى، يعني هذا لا أقل ولا أكثر. فبالتالي الإمارات قد تتحمل المسؤولية، لكن في الحقيقة نحن نوجه اللوم بشكل واضح للحكومة الشرعية. على الحكومة الشرعية أن يكون لها موقفا واضحا مما يجري. الآن تم تغيير الحكومة أو تغيير رئيس الوزراء، وسيكون هناك سينتظر الشعب اليمني عاما كاملا ليعني إثبات نجاح ويعني رئيس الوزراء الجديد. فبالتالي نحن أمام إطالة لمعاناة اليمنيين، أمام إطالة للأزمة في اليمن، وهذا لن يصب إلا في مصلحة الانقلاب، في مصلحة ميليشيات الحوثي، ولن يصب أبدا في تحقيق الأهداف المعلنة التي هي إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الشرعية. الآن إذا كانوا يقولوا أن هناك 80% من الأرض المستعادة، عدن التي تمثل كانت في خمسينيات القرن الماضي الميناء الثاني عالميا بعد بوسطن، فبالتالي أين عدن اليوم وكيف كانت قبل 50 عاما؟ نعم. يعني حقيقة من المعيب أن نقول أن كانت عدن أيام الاستعمار البريطاني كانت الميناء الثاني، الآن أصبحت عدن ميناء عدن مغلق والمطارات مصادرة، ويعني يتم حتى مصادرة حق الحياة. يعني البعض يتندر يقول لماذا لا يخرجون من عدن المستهدفين من عدن، لماذا لا يخرجون من عدن؟ طيب أنت أتيت بتحالف تريد أن تستعيد الدولة وتريد أن تبسط الأمن، هناك استهداف واضح لليمن وهناك تقاسم للنفوذ
وهناك يعني تبادل للأدوار بين السعودية والإمارات، ولا شك أننا أمام مشهد قد يتكرر وقد تخرج الأمور عن السيطرة. يعني حينما يصرح محافظ يعني الوكيل المهرة وكيل محافظة المهرة السابق والذي أقيل بضغوطات من السعودية ومن الإمارات الشيخ الحريزي، حينما يقول أن إذا تجرأت أو إذا قامت السعودية باستخدام السلاح ضد أبناء المهرة فسيكونون هم الخاسرين وسيواجه أبناء المهرة، يعني فبالتالي نحن أمام وضعا مختلا، وضعا لا يمكن أبدا أن يرضي أحد. وأنا أعتقد أن يعني التحالف يسيء التقدير تماما، ولن يخدم ذلك إلا في انتكاسة كبيرة تستفيد منها الميليشيات المحسوبة هذه على الأمور، يعني ببعض التغيرات التي حدثت ويعني أن يحدث ذلك حراك في المشهد السياسي. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد عقلان الباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.